السلام عليكم. فاس نيوز تنشكروها على الاستضافه. اش خلينا نقول لكم، كنحاول ما امكن باش نوصل هذه الرساله هذه من هذا المنبر، ونقول جميع المغاربه اللي في ارض الوطن وخارج ارض الوطن باللي حنا رحنا بنتيني، ماشي نقولوا لا راه ما وصلناش، بالعكس درنا اللي عمرنا ما دار. وتنشكروا دوله قطر على الاستضافه، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله زين ما سووا، والله زين ما سووا، ما شاء الله كله كان، ما اقول لكم ايش، 100 على 100 مو 10 على 10. واحد رساله كنوجهها للركراكي، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، يعني شنقول لكم بانه كان اكبر سفير في دوله قطر، اكبر سفير ومعه التلاميذ ديالو اللاعبين بدون استثناء جميعهم. ولهذا النقطه اللي غادي نقول لكم بان هذا كان حلم ولا بالاحلام، حلم ولا بالاحلام، والله ما شاء الله، والله ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله هذه البدايه، وان شاء الله النهايه ما عندهاش الحد، ان شاء الله دائما غنكونوا عن حسن الظن ديال الشعب المغربي، كي قالوها الناس وخد اخرين واللي برانيين، وتنشجعوهم هذا المنبر داك الناس اللي ايدونا وشجعونا في جميع الدول العربيه، في جميع الدول العربيه ولا في افريقيا ولا، ما شاء الله ما شاء الله والله، لا يمنيين ولا قطريين، سعوديين، كويت، كل الخليج كله والدول العربيه، الاردن، فلسطين، تحيه لفلسطين وشعب فلسطين. مرحبا، والله تحيه، اكبر تحيه لشعب فلسطين. انا مغربي واقول لكم يا فلسطين احنا اخوات، وكلنا عرب وكلنا اخوات، وان شاء الله هذه البدايه. والمغرب والمغرب ما شاء الله عليه وصل لنقطه ما وصلها لا عرب ولا افريقيين، وشكرا. السلام عليكم، معكم المهدي مدينه فاس، بالضبط حي السعاده. دابا يلا سال الماتش ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي ب 2-0، نتيجه ما كناش باغيينها، ولكن اللهم لك الحمد عليها، دريت قاتلو داروا اللي في جهدهم، راه حنا شفنا دابا ديك اللعبه ديال كضرب بوطو كترجع ولات لينا، ما كانت علينا ولات لينا. دابا اللي عطى الله هو هذا، الكره هي هذه، الكره هي هذه، انتم كتشوفوا كيما بغينا نديروا ولا ما كتدخلش، هذه هي الكره، ما عندنا ما نديروا، اللي عطى الله هو هذا. وان شاء الله الماتش كرواتيا تكلاتها وطروازيا، راه فهمتي دابا راه لا وجد للمستحيل، عرفتي راه بينا لهم باللي راه كلشي ممكن نديروا، فهمتي راه ما بقاتش حاجه سميتها لا هذا ما يقدش يوصل ولا هذا ما شي. دابا راه طلعنا للنصف النهائي، عرفتي شنو درنا لافريقيا؟ زدناها نص مقعد، كنا غنمشيو ب 10 دابا غنمشيو ب 11، عندهم زدنا لهم واحد في الملحق، في الملحق فهمتي. والركراكي فهمتي نصيري وناحب وفالزياش حكيمي، شوف دراري كاملين كاملين كاملين، تيسوديلي تا هو مسكين، كان كون دينا لاكوب. تحيه حيت راك شفتو اخي كاين تحيه لامير قطر ودوله قطر وشعب قطر. شعب قطر والله اكبر تحيه لشعب قطر وامير قطر، ما شاء الله عليه هو وعائلته الكريمه، ما شاء الله عليه. والله اقول لك شيء، بنحبوكم كثير 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 كثير، تنبغيوكم كنبغيوكم بزاف، هذه بالمغربيه اللي خارجه من القلب. عمر تو يقول لكم شي حاجه وتبارك الله عليكم. كنشكروا قطر على التنظيم هذا خويا. الدراري كانوا رجال من التالي، شوف الدراري كانوا رجال، داروا اللي عليهم، اللي عطى الله هو هذا، الحمد لله الحمد لله. ما يبقاش شي واحد يمشي يهضر لا حقه ما حقه، صافي انسى، فرح وتسنى الماتش ديال كرواتيا، نعطيوها شي جوج ولا ثلاثه وفرح ليا بالمركز الثالث، وراه مستحيل تولي تعاودوا شي فرقه افريقيه من بعد، سير شي 30 عام وحيله ولا. وتحياتي وتبارك الله عليكم الله يعاونكم. تحيه للجميع المغاربه سواء خارج الارض ولا داخل ارض الوطن، كيبقى احسن منتخب، حمرنا بالوجه ديالنا، ما عندنا ما نزيدو نقولو، كتبقى فقط لعبه كره، الحمد لله حنا مفتخرين بها، ديما حمراء تال التالي تال الموت. عاش سيدنا، تحيه للمغاربه كاملين، الجورة، المدرب السير الكراكي، فريمون كان ماتش زوين، الكره ما بغاش، ما سعفناش لحد الحمد لله، مازال 4 سنين وحده اخرى ان شاء الله وغادي يكون شي حاجه عاوتاني. مهم احسن منتخب داز عندنا فهاد لاكوب ديمون، تبارك الله عليهم، وشكرا شكرا شكرا بزاف
اي جوار تقاتل في هذا الماتش تسعد. برافو ليهم الجوره كاملين وشكرا لفاس نيوز، تحيه لكم.